السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 15 من كورس البرونسيشن، وده كورس بنتعلم فيه النطق الأمريكان، وده هيساعدنا جدا عشان نقدر نفهم أي حد لما يجي يسمعه بالإنجليش بسهولة، ولما نيجي نتكلم الناس تقدر تفهمنا بسهولة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق الإس إندينجز. طبعا الإس اللي بتيجي في آخر الكلمة أو الفعل دي ليها طريقتين، يعني إما يكون الجمع، يعني الاسم ده أنا جمعته فعشان كده ضفت إس في الآخر، أو بيكون فيرب وعشان البريزنت سمبل مع هي وشي وإيت فأنا ضفت له إس. الفيديو إن شاء الله كالعادة هيبدأ يتقسم أربع أجزاء، أول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة النطق الصح، بعد كده هنعرف القاعدة بتاعتنا وناخد أمثلة عليها. يلا نبدأ مع أول حاجة وهو النطق الغلط. helpers helpers cars cars dishes dishes boxes boxes. طيب ده كده كان النطق الغلط، تعالوا نسمع النطق الصح. helps 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 cars 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 dishes 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 boxes boxes boxes. طيب الاس لما بتيجي في الاخر هي ليها ثلاث قواعد، تعالوا نبدا بالقاعده الاولى. زي ما لاحظتوا هنا النطق الغلط كان helps، فانا لما قلنا النطق الصح قلنا helps helps helps، فهنا انا بعد البي انا نطقت هنا الاس كانها اس عادي جدا جدا جدا، الاس اللي احنا نعرفها. النطق الغلط ان انا بنطقها زد او اي زد، يعني زي helps فبنطقها اي زد او helps نو no. يعني هي بتتقش كده، فانا بنطقها ان هي اس اس helps 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 helps. فدي القاعدة الأولى بنطقها اس عادية جدا. طب امتى اقدر انطقها برضو كده؟ مع الكي والتي والبي والاف، مع الكي والبي والتي والاف، لما الاقي الحروف دول في اخر الكلمة او في اخر الفيرب بضيف اس عادية جدا، اس عادية جدا. تعالوا ناخد بعض الامثلة. books 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 makes makes makes. ونخلي بالنا هنا طبعا ان الاي دي احنا اتفقنا ان احنا يعني طالما انا ما نطقتهاش يبقى انا مش هحسبها، يعني انا هحسب ان اخر حرف الكي، عشان هنا انا بتكلم على ساوندز فانا الاي هنا ما نطقتوش. likes 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 eats 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 cats 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 stops 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 laughs laughs laughs. طبعا لاف هنا هو اخرها جي اتش، بس جي اتش يعني هي الاف، يعني نفس الساوند اللي هو بتاع الاف، فبقول laughs laughs laughs. تاني قاعده معانا واللي شفناها في الكلمه اللي هي cars cars cars، وهنا ببساطه انا بنطق الاس لما تبقى في النهايه دي بنطقها على ان هي زد، بنطقها على ان هي زد، فبقول cars cars cars. طيب ببساطه كده اقدر انطقها زد امتى؟ لما الاقي الحروف دي جي ام دي واي في ان ار ال بي، في الحاله دي بنطقها زد. طب تعالوا نشوف بعض الامثله. eggs 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 comes 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 beds 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 boys 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 lives 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 loans 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 feels feels feels. تالت قاعده معانا اللي كانت في الكلمه boxes و dishes، لو نخلي بالنا هنا هنلاقي اللي في الاس اللي في الاخر دي على بنطها عشان هي is از مش زد بس، لا ده انا منطقها يعني الاولى كانت اس بس، دي الثانيه كانت زد بس، الثالثه دي انا منطقها حاسس ان هي اي زد، يعني ديش از بوكسز بوكسز بوكسز، فانا بزود زي اي زد اي زد بزود اي زد. طيب امتى اقدر انطق الاس اللي في الاخر عشان ان هي از؟ اول حاجه مع الاكس فبقول بوكسز 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 فاكسز فاكسز فاكسز، مع الدبل اس زي باسز باسز باسز، مع السي زي فيسز فيسز فيسز، مع السي اتش زي ماتشز ماتشز ماتشز، مع الاس اتش زي ديشز ديشز ديشز، مع الجي برضو بس الجي اللي هي مش الجي العاديه اللي اخذناها في الاول زي اكس، لا الجي لما بنطقها جا 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 زي مانج مانج، هنا مش بقول مانج مانج لا هنا بقول مانج مانج، بقول manages manages manages، ومع الاس برضو ففي هاوس بقول houses houses houses. تعالوا ناخد بعض الامثله لبعض الجمل شامله الثلاث انواع من الاس اندينجز. he washes dishes he washes dishes he washes dishes. هنا طبعا اس اتش ده النوع الثالث اللي هو is washes dishes. he drives buses he drives buses he drives buses. ناخد بالنا هنا drives ده النوع التاني اللي هو بنطقها زد بس، مش بقول drives لا بقول drives 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 زد بس drives drives. buses buses ده النوع التالت، النوع التالت اللي هي الاس buses is buses buses. he fixes cars he fixes cars he fixes cars. طبعا fixes هنا الاكس ده النوع التالت، cars هنا ده النوع التاني، بقولها
الفيكسز بقول از فيكسز كارز زد بس النوع التاني كارز. هي تيتشز ستودنتس هي تيتشز ستودنتس هي تيتشز ستودنتس تيتشز طبعا هنا سي اتش فبقول از تيتشز students اللي النوع الاولاني بقولها as students عشان التي students. he makes watches he makes watches he makes watches طبعا makes ده النوع الاولاني k بضيف s طبعا عادية he makes watches watches هنا اللي هي is النوع الثالث watches علشان ال ch. he sells houses he sells houses he sells houses sells هنا طبعا ده النوع الثاني فبقول he sells houses 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 ده النوع الثالث اخرها s houses. ودي كانت حلقتنا النهارده يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت من الكورس ده هتلاقيها على القناه على اليوتيوب. لو عندك اي سؤال او اي موضوع عايزنا نتكلم فيه اكتبه لي تحت في الكومنتس وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم وباي باي.